نصيحة لمن يشاهد المسلسلات والأفلام المحرمة، نصيحة أن يتوب إلى الله تعالى. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. واحد. اثنين، إنسان يا جماعة مطالب يوم القيامة لو دار ينجو يجي بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب شنو؟ سليم. والمسلسلات دي بتدخل أمراض في قلبك، زول بشاهدة كلامنا ده بعرفه، دخل أمراض في قلبك، تعلق بالدنيا ومرات أحقاد تجاه الأهل أو بعض الأقارب، لأن ما مراعي ما فيها مراعاة للشريعة ولا كذا، وده غير التعلق بصور معينة تشوف لك ممثلة معينة قلبك يتعلق بها سنين حتى تكون سببا لهلاكك. كما قال ابن عثيمين في شرح لرياض الصالحين، قال: رب نظرة إلى امرأة تعلق في القلب تكون سبب للهلاك. طيب بعد ذاك ما في حاجة اسمها مسلسلات دينية، والكلام اللي بيقوله محمد الأمين والجماعة ده كلام باطل ساي وتحت رقابة شرعية. هذا الناس طيبة جايبين مسلسل معلنين لمسلسل قبل فترة، هاستي لما تركب كوبري بتاع شنو المنشية ولا شنو، هاي تلقى اليافطة يا بنات وأولاد ولخبطة. ما في مسلسلات دينية أبدا، الدين ما في مسلسلات، في محاضرات دينية، ندوات دينية، دروس دينية، لكن مسلسلات دينية دي ما في الدين. كما قال الشيخ الجامي، قال: دخلوا أشياء في الدين، أناشيد دينية إسلامية إسلامية، معقولة؟ بعد شوية عجلة إسلامية وركشة إسلامية. ما حكم الموالاة والمعاداة من أجل كرة القدم؟ باطلة باطلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. وقال في حديث آخر في صحيح مسلم: ولا تدابروا ولا تدابروا. ما بجوز إن الناس يتباغضوا تتدابر إلى آخره بسبب هذه الفارغة كورة وكلام فارغ، ما بجوز، حرام حرام تبغض مسلم مسلما بسبب الكورة. الكورة ما تشاهدها، تضيع زمنك وفيها أشياء محظورات كثيرة، بل فصلنا فيها في موضع آخر. قال: نرجو التفصيل في مسألة المسح على الخفين. المسح على الخفين، إنسان يتوضأ يلبس الخف، والآن قد ما يوجد الخف، ينزل مكان الشراب عند بعض العلماء، فتلبس الشراب، وبعضهم من بعض الناس لا يرى ذلك، لكن بعد تلبس الشراب تكون متوضي، تعالى تلبس الشراب. بعد ذاك إذا بطل الوضوء وجيت توضيت، لما تجي في الرجلين تمسح على شنو؟ على الخفين، تمسح على ظاهر الرجلين والخفين، وهنا يعني الشوارب الجوارب، لمدة يوم وليلة. ده بالنسبة لشنو؟ للمقيم. مسافر 3 أيام بلياليهن.